السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم الموضوع اللي هو chapter 13 اللي هو first language acquisition، يعني اكتساب اللغة الأولى، واللي احنا دائما نكون أطفال وبعدين نبدأ سلسلة مراحل لاكتساب اللغة أو تعلم اللغة. تمام، راح تجون تشوفون بعض الأسطر اللي أنا مضللها. يعني هذا الأسطر هو الأستاذ يعني قال إنه بيها مثلا شوية معلومات مهمة، فتقدرون إنه أنتم تضللونها هم، يعني إذا تردون تستفادون أو إذا أنتم ما تردون تضللونها هذا الشيء راجع لكم. أول شيء لازم نعرف إنه اللغة تكتسب بطريقة فطرية بالنسبة للأطفال. إحنا هنا بهذا الشابتر راح نتعامل ويا الأطفال وطريقة الأطفال بتعلم اللغة. طبعا هذا يفيدنا أيضا إحنا بالنسبة للمتعلمين اللغة الإنجليزية اللي هي لغة ثانية مو لغتنا الأولى. إحنا بعض الأحيان نمر بنفس المراحل اللي يمر بها الطفل بالنسبة للطفل الإنجليزي نفسه. تمام، فهذا الموضوع أعتقد مهم للي يريد يفهم الأخطاء اللي جاي يصير عنده يعني باللغة الإنجليزية، يقدر يعني يطلع تشابهات. كل طفل عنده موهبة خاصة لاكتساب اللغة أو تعلم اللغة. يعني أنت لما تريد تعلم الطفل ما تقدر تعلمه، ليش؟ لأن هو طفل يعني بعمر مثلا سنة، سنة ونص، سنتين، ثلاث سنوات، هذا العمر ما يتعلم، ما يكتسب من عندك أي شيء، وإنما يكتسب صورة تلقائية. تمام، فهذا هو السبب اللي يخليك أنه أنت ما تقدر تعلم الطفل. نجي الموضوع الأول بالنسبة للشابتر 13 اللي هو الأكويزيشن. الاكوزيشن شنو؟ اول المعلومات المهمه بي ان اللغه ابدا لا يمكن ان تنتقل بصوره وراثيه او عبر الجينات من جيل الى اخر، يعني من الاب الى الابن، ان اللغه ما تبدا تتوارث. فاللغه لا تورث، يعني شلون؟ يعني انت اب عربي فسافرت الى بريطانيا وتزوجت ببريطانيا فصار عندك طفل، فابنك يتكلم اللغه الانجليزيه وما يتكلم العربيه. ليش؟ لأن الطفل يكتسب اللغة عن طريق الوسط اللي موجود به هو، يعني يكتسبها من المحيط، من الأشخاص المحيطين به. ممكن أنه أنت ببريطانيا ما تمارس اللغة العربية، فبهذه الحالة ابنك ما راح يتكلم عربي وإنما يتكلم اللغة الإنجليزية، على اعتبار أنه مدارس، طلعات، سوبر ماركت، من هذا الحشي، فالوسط كله إنجليزي. فالنقطة الأولى أنه اللغة لا تورث. تمام، النقطة الثانية ان الاطفال متساوين، يعني المراحل اللي يمر بها الطفل الامريكي او البريطاني يمر بها الطفل العراقي نفسه مراحل تعلم اللغه. تمام، فيعني ماكو فرق بيناتهم. الشغل اللغ انه الطفل يصدر بعض الاصوات مثل الكوينج، البابلينج اللي يصدرها الطفل الامريكي او البريطاني يصدرها الطفل العراقي. يعني هي شنو الكوينج؟ الكوينج اذا تريد ترجمها راح يطلع عندك هدير. الهدير عشان صوت الأمواج البحر، لكن مو هذا اللي مقصود به، وإنما الطفل الأصوات اللي يصدرها يعني بأول 3 أشهر من عمره أو 4 أشهر، أو هذا يسمونه الكيوينج. بعدين عندك البابلينج اللي هو مثلا با 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 جا جا، يعني هاي الأصوات اللي يصدرها الطفل هاي يسمونها البابلينج، ترجمها تطلع ثرثرة. تمام، أيضا هنا راح نمر ببعض المعلومات المهمة، إنه بعض الأطفال يولدون يعني الطفل أخرس ما يتكلم اللغة. فبهذه الحالة أنه أول 6 أشهر من عمره راح يصدر الأصوات اللي هي الكوينج والبابلينج، لكن بعد 6 أشهر ما راح يكون قادر على إصدار أي صوت، يعني مو نفس بقية الأطفال. تمام، فأول 6 أشهر من عمره يقدر أنه يصدر هذه الأصوات، لكن بعد 6 أشهر الأولى ما يقدر يصدر. غير هذا أنه بعض الآباء يكونون يعني هم صماء نفسهم الآباء، مثلا هذا المثال اللي هسه احنا جايين نشير له هنا، انه with deaf parents who gave their normal hearing son ample exposure to TV and radio programs. هذول الاباء انه هم ما يقدرون يتكلمون لان هم يعانون من البكم، فخلوا التلفزيون والراديو يعني يشتغل، وخلوا ابنهم يم التلفزيون يعني يطالع التلفزيون يم، حتى يعني بغرض انه يتعلم اللغه، انه يتكلم ما يصل نفسهم. يعني هذه طريقه يعني سووها، يعني هذه تجربه. تمام، لكن التجربه هذه باءت بالفشل. ليش؟ لان يعني الطفل بعد التجربه هذه كان قادر على تكلم على تعلم فقط the American sign language، يعني انه يعني هذا الطفل تعلم لغه الاشاره فقط،
لغة الإشارة، بينما كان التلفزيون يشتغل وكان يمه راديو وكان الكل يمه يعني يتكلم لكن عدا أهله. فالمعلومة المهمة هنا أنه الطفل ما يقدر يتعلم اللغة إلا إذا كان عن طريق يعني أبويه، يعني عن طريق التفاعل، عن طريق الانتراكشن، أكو تفاعل تمام. فهنا إذا تلاحظ بالأخير الطفل تعلم لغة الإشارة، هي اللغة اللي يتواصل بها والدينه، يعني مثلا أمه وأبوه يتواصلون بلغة الإشارة، فالطفل يتعلم لغة الإشارة على الرغم من أن التلفزيون كان مشتغل وأنه هم يخلوني من التلفزيون أو الراديو أو غيره. فالطفل ما ممكن أن يتعلم إلا عن طريق التفاعل تمام. نجي الموضوع الثاني اللي هو الانبوت. الانبوت إذا تيجي ترجمة ممكن تحصل هو يعني معاني إلى مثلا المعلومات، المساهمات أو الإدخالات أو إلى ما شابه. يعني أكثر شيء، أكثر ما ترجمة صحيحة إليه اللي هي المعلومات تمام. لما تجي معنى المعلومات، إنه الانبوت إنه أنا لما أتكلم ويا الأدلتس يعني الشباب البالغين اللي بعمري اللي أصغر مني أو الأكبر مني لكن مو أطفال، لما أتكلم وياهم طبعا المعلومات راح تختلف أو طريقة الكلام راح تختلف، المحادثة اللي بيني وبينهم تختلف عن أنه أنا أتكلم ويا طفل عمره سنة أو سنة ونص. أوكي، فهو هذا الانبوت. فإحنا بهذا الموضوع شو نسوي؟ نستخدم لغة أو أسلوب مبسط من الكلام، أسلوب مبسط من الكلام اللي إحنا نتكلم به ويا طفل. أما ممكن أنه أتكلم ويا طفل أحكي له عن شكسبير وهو عمره سنتين أو ثلاث سنوات، وش يعرف عن شكسبير تمام؟ أو أستخدم وياه كلمات مثلا الكلمات مع الواحد قارئ 20 كتاب 40 كتاب من الكتب الثقافية، أستخدمها ويا طفل راح احتياج راح يتيه بكلمات، حتى لو كان يعني هو متكلم مثلا للعربي أو للإنجليزي والكلمات عربية أو إنجليزية، فلذلك هم ما راح يفهمين تمام. فاللغة المبسطة اللي نحكي بها يسمونها المادر إيز، هذه مادر إيز يعني إذا تيجي تلفظها يعني بصورة صحيحة مادرز، مادرز. فهذه المادرز ليش سموها يعني مادرز وبها كلمة مادر، يعني وهي واضحة إنه هذا الأسلوب اللي تتكلم به الأمهات ويا أطفالهم مادرز تمام. أو بعض الأحيان يسمونها child directed speech أو child directed speech، يعني هذا this style is more general known as caregiver speech، يعني كلام يعني شلون كلام إحنا منتقين، كلام مهتمين به معتنين به مبسطين الكلام تمام. هو هذه اللغة اللي نتكلم بها ويا الأطفال. فممكن يعني هسه مثلا إذا أقول له توم هنا فرضا، إنه أقول له توم، توم ممكن يكون صعبة بالنسبة له. أقول له تومي مثلا، ناتالي ما أقول له ناتالا إن ناتالي، لا أقول له مثلا نانا يعني مكان ناتالي أوكي، أو تشو تشو بو بو بي بي، يعني هذه عندكم الأمثلة واضحة ومؤشرين إذا تردون يعني تحددونها. نروح لموضوع آخر اللي هو caregiver speech، واللي هو نفس شرحناه هنا. caregiver speech هو الكلام المبسط اللي يتعامل به ويا الطفل، يعني أنا ما ممكن أستخدم لغة صعبة ويا الطفل، وإنما أبسط الكلام أكثر حتى لو كان الكلام بسيط بالنسبة لي، أبسطه أكثر حتى الطفل يستوعبه ويبدأ ردة فعل أو تناغم أو تفاعل وياي لما أنا أتكلم تمام. وهذا عادة ما يكون عمر الطفل بين السنة أو 11 شهر، فالسنة و 11 شهر يكون عنده تفاعل وياك ينتبه شوي. انظر لهنا، هنا أكو عندك محاورة بين الأم والطفل. mother look child touch pictures mother what are those child vocalizes a babbling string and smiles. جايب دي ردة فعل، هو عمره 11 شهر أو سنة، فمن المستحيل إنه يتكلم أو يقولها يعني هذه جاوب على السؤال وتاردوس، يعني مستحيل إنه يقول لها مثلا هذول كذا فلان وفلان وفلان موجود بالصورة، لا إنما ضحك تمام. أو أبابل سرينج يعني يصدر أصوات مثلا شون الثرثرة، إحنا قلنا إنه أكون مصطلح اسمه البابلينج بعدين راح نمر بيه. Mother, yes, there are rabbits. أرانب. Child vocalizes, smile looks up at mother. Mother laughs, yes, rabbit vocalizes, smiles. يعني هو بس جاي ينطر رد الفعل عن طريق الابتسام، وهذا هكذا الحال. نجي بعض الصفات المهمة بالنسبة للكير
caregiver speech. Caregiver speech is also characterized by a simple sentence structure, يعني تركيب سهل للجملة. إنه caregiver speech الكلام اللي أنت راح توجهه للطفل نفس الكلام اللي جاي توجهه الأم هنا، تمام؟ يعني كلام مبسط أنت راح توجهه للطفل، هاي يسمونه caregiver speech. Characterized by simple sentence structure, a lot of repetition and paraphrasing. يعني شنو؟ إنه لو كانت عندك الجملة مثلاً هذه، إذا تريد مثلاً هذه الجملة هذه إذا تريد تبسطها أكثر، إذا ممكن تبسطها أكثر فبسطها، تمام؟ أنت جاي تتعامل ويا طفل يعني مو شخص نابغ. إضافة لهذا إنه سوي يعني تكرارات هواي للجملة، مثلاً تكررها هواي، يعني هو عقله ما يقدر إنه يستوعب الكلام بصورة سريعة، تمام؟ أو سوي paraphrasing مثلاً إذا كانت الجملة صعبة. نفس ما قلنا نبسطها. احنا نعرف البارافرايزين كطلاب مرحلة رابعة، عندنا بحث شغلنا كله على البارافرايزين، فاعتقد انه الفكرة اصبحت واضحة بالنسبة لكم. repetition, simple sentences, structure والبارافرايزين. اوكي، هسه نروح الموضوع اخر اللي هو acquisition schedule. فبالacquisition schedule يعني الطفل راح يتطور به مجموعة من الأشياء، مثلا الجلوس أو المشي هو راح يطورها ذاتيا. يعني إحنا نفس ما نراقب إنه الطفل لما يكون صغير يعني بعمره 6 أشهر، يمكن 6 أشهر أو أكثر من 6 أشهر راح يبدأ يتعلم الجلوس، بعدين راح يبدأ يتعلم المشي وغيره. فكذلك الحال لما تتكلم أنت عن شيء خاص باللغة، فهو يبدأ يطور باللغة شوية شوية. يعني حتى إذا تنتبه هنا إنه يعني الطفل عند حتى البكي من يبكي هم راح تبدي لهذه الطريقه مات البكاء ما راح تتطور. يعني بعمر 3 اشهر لما يبكي مو نفس لما اللي بعمر 6 اشهر، فالطرق تختلف. زين، لما تتكلم عن الاكويزيشن سكيدجول انت راح تتكلم عن 4 مراحل يمر بها الطفل. طبعا بكل مرحله راح يكون عمر الطفل مختلف. لما هسه هنا عندك الكيوينج نفس ما قلنا عليه، هو الاصوات اللي اصوات عله، يعني اصوات العله اللي يصدرها الطفل اللي ما إلها أي معنى، تمام؟ لما تجي الكوينج يعني عندك الطفل أسهنا عندك by 4 months age the development developing ability to bring the back of the tongue into the regular contact with the back of the palate allows the infant to create sounds similar to velar consonant k and g. يعني في هذا العمر 5 أشهر انه راح يطور القابلية على انه ينطق الاصوات g والk. يعني شنو راح يطور؟ انه position of the tongue، يعني موضع اللسان، يعني راح يحرك لسانه بحيث انه يخليه يلتقي ويا البلت، يعني بنهاية البلت، تمام؟ اللي بالسقف الفم يعني. وراح ينطق لنا مجموعة من الأصوات اللي هي velar consonant اللي هنا الك والج، هذا بعمر 5 أشهر. يعني أنت هنا عندك هو عمره يعني مجموعة من الأشهر راح ينطق كذا صوت، مثلا الآي والواي راح ينطقهن، تمام؟ وبعدين يعني مو بس هالشيء، إنه راح يبدأ يميز بين الآي والواي. يعني إنه الطفل لا تتوقع إنه الطفل مجرد إنه يتكلم مجرد إنه ينطق، لا. هسه إذا تلاحظ هنا babies can already hear that the difference between the vowel I and A and discriminate between syllables like B and G. يعني بهذا العمر عقله راح يكون انه قادر على ان يميز بين الاختلافات بين ال B وال G، تمام؟ هذا مرحلة من مرحلة الكيوينج، واللي قلنا معناها الكيوينج اذا ترجمها تطلع لك الهدير، هدير الامواج. لكن الكيوينج هو مجموعة من الأصوات اللي ينتجها الطفل أصوات علة، يعني ما لها أي معنى. ليش؟ لأن عمر الطفل صغير ما يقدر إنه يتكلم. نجي المرحلة الثانية اللي هي البابلينج. البابلينج نفس ما قلنا الثرثرة، هذه المرحلة الثانية من مراحل تطور اللغة عند الطفل. زين، إنه إحنا هنا نفس ما راح نعرف إنه نفس ما أخذنا هناك 5 أشهر، يعني أنا قلنا 5 أشهر أو few months، هنا راح ناخذ 6 and 8 months، يعني بين الفترة مال 6 أشهر إلى 8 أشهر. بكل شهر يمر الطفل راح تكون عنده قابلية على شيء مختلف، تمام؟ مثلا أن
ينطق أصوات مختلفة مثلا جا جا. هسه هنا عندك هذا الصلب الكامل جا جا ثلاث مرات أو با 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 يعني نفس ما أنتم جاي تشوفون هنا. هي هذا البابلينج. البابلينج يعني أنت ما محدود بصوت وإنما مجموعة وإنما كل شهر يمر من عمر الطفل كل ما يكبر شوي راح ينتج مجموعة من الأصوات وبنفس الوقت راح يستوعب مجموعة من الأصوات ويقدر يفرق بيناتهم. مثلا هنا عندك نفس ما قلنا هناك أنتجنا فيلر هنا أنتجنا فيلر يعني خلى لسانه على نهاية البلد طوش فلسانه يعني وصل لهذه المنطقة هو عود لسانه على أن يوصل لهذه المنطقة. فهنا عندك ايضا راح ينتج لك نيزل ساوندز نيزل اللي اصوات اللي تنتج عن طريق تجويف الانف تمام. also becomes more common on certain syllable sequences such as ما ما يعني او دادا تمام. هذني نيزل ساوندز بعد يعني ايش قد من الفتره من 6 اشهر الى 8 اشهر او 9 اشهر الى 10 اشهر أصبح الطفل قادر على ينتج هذه الأصوات تمام. راح نمر بعد فترات متعددة وكل فترة راح نمر بها الطفل راح يكون قادر على الأداء أداء شيء معين. يعني مثلا أنه هنا ما دا جا با يعني دا شوفون اختلاف عشان هنا مثلا ما ما يعني هو متكرر يعني السلبه متكرر ما ما دا دا. هسه هنا لا ضل ينطيك ما دا جابا يعني انه جاي يمزج سيلبلات جاي يمزج جاي ينطي سيلبل كومبلكس سيلبل كومبلكس يعني سيلبل شويه معقد شويه اصعب جاي ينتج. فالطفل عنده القابليه انه يتطور بكل شهر من الاشهر. هذا بالنسبه للمرحله الثانيه للبابلنج. اما المرحله الثالثه اللي هي وان وورد ستيج بتوين 12 اند 18 مانثس يعني يكون عمر الطفل سنه او سنه وست اشهر راح ينطق لك بعض الكلمات. وهنا عندنا مرحله الون وورد ان الطفل يكون قادر على انطاق كلمه واحده مثلا milk cookie cat cup spoon كلمه واحده. لكن انه هذه الكلمه لها معنى مثلا اذا قال milk معناته هو محتاج حليب مثلا he's in need for milk maybe he's hungry okay فهو يعني محتاج حليب. cookie cat مثلا cat مثلا هو شاف قطه so هي سوى كات يعني هي هذا مرحلة الون وورد ان الطفل يكون قادر على نطق كلمة واحدة اللي هي كوكي او كات او كوب. هنا وات از ذات وات از ذات طبعا هاي مو شخص ثاني قالها وانما هو الطفل نفسه لكن هذه الكلمة تعتبر كلمة واحدة بينما انت ذاتي تقراها وات وراها از ذات تمام ويعني جملة صحيحة نطقها الطفل. وات از ذات تعتبر كلمة واحدة فقط تمام. هذا بالنسبه للون وورد. راح تجي هنا طبعا هذا هذا فراسك يعني تعريف مهم لازم تركزون عليه تمام. مين سينجل فورم فانكشن از ا فريز اور سنتنس سينجل فورم يعني شخص مفرد مو شخص مفرد وانما شكل مفرد از ا فريز اور ا سنتنس يعني جمله او عباره مثلا هنا What is that? So what is that? هي معناته holophrastic. هي holophrastic. يعني what is that? ثلاث كلمات يجي المعنى a single form. تمام؟ لما قلنا إنه إحنا هنا جاي نمشي مرحلة one word stage، فهذا تعتبر one word. ليش؟ لأنها holophrastic. holophrastic. تمام؟ ف holophrastic يعني مثل what is that؟ اللي هي تجي بمعنى كلمة واحدة. فأنا ما أتعجب يعني لما أشوف هنا أنا أقول أنا جاي نتكلم عن كلمة واحدة مثل milk cookie cat يعني هسه هنا عندنا أكثر من كلمة what is that لا مو what is that تختلف عنه وإنما هي holophrastic يعني تعتبر تعامل كما تعامل الكلمة الواحدة تمام. هنا عندنا two word stage يعني بالمرحلة اللي يكون بها عمر الطفل ما بين ال 18 to 20 months يعني من 18 شهر إلى 20 شهر يعني من السنة ونص إلى سنة وثمانية أشهر يعني بعد شهرين من المرحلة الأولى راح يكون الطفل قادر على إنتاج كلمتين مع بعض مثلا baby chair baby chair. لكن أنت هنا ممكن أن تفهم هو كلامه يعني لحد الآن كلامه ما مفهوم
لكن انت ممكن تفهم لما مثلا يكون الظرف انه هو مثلا موجود قدام الكرسي مالته، الكرسي يعتقد الطفل انه هذا الكرسي له او هو كرسيه انت جايبه له، فشاف شخص جالس على هذا الكرسي فقال بيبي تشير، معناته هذا الكرسي مالتي، تمام؟ او مثلا الكرسي فارغ فقال مثلا بيبي تشير، تعني انه انا اريد اجلس على الكرسي، تمام؟ مامي ايت معناته انه هو جوعان مثلا اريد ياكل. كات باد يعني قطه سيئه مثلا. فهو يعني بالم يعني مجموعه من الاشياء ممكن انه يستخدم كلمتين انت ممكن تفهم المعنى عن طريق كلمتين فقط من الطفل، كات باد او مامي ايت، فانت يعني هنا انت تفسر الكلام. هنا أنا أيضا يقول لك the phrase baby chair may be taken as an expression of possession. This is baby's chair. يعني هذا معناته. تمام؟ إنه هذا الكرسي إلي. تمام؟ Or a request. Put baby in chair. نفس ما قلنا مساء. إنه أنا مثلا أدقع بالكرسي مالتي. فهو يستخدم كلمتين. Baby chair. إنه أنا أدقع بالكرسي. تمام؟ هو هذا اللي... هنا عندنا مجموعة من الكلمات. مثلا big boat. يعني قارب كبير. doggy bark. نباح كلب. hit ball. show off. more milk. mama dress. mama dress يعني مثلا انه هو يريد يلبس ملابس mama dress. more milk. يعني انه هو ما شبع مثلا يريد ياكل. ولو هي more milk معناته يعني اعتقد استخدامها صحيح. give me more milk. يعني اذا تيجي ترجمها بهذا المعنى. more milk. okay. big boat. قارب كبير. doggy park. doggy park. يعني الكلب جاي ينبح. المهم الى اخره. زين بنفس الوقت انه احنا قلنا هنا ان التطورات اللي جاي تصير على الطفل بالنسبه للغه مالته ما تحدث بس باللغه، وانما حتى بالنسبه للاستيعاب. اذا شفنا عندك receives feedback، لما تتكلم ويا الطفل راح يكون قابل على استيعاب الكلام او فهم الكلمه، تمام؟ انت جاي تحكي وياه هو يفتهم، هو ما يطور فقط قابليته على النطق وانما ايضا قابليته على الاستيعاب، تمام؟ هذا كان بالنسبة للمرحلة الرابعة اللي هي the two word stages، تمام؟ المرحلة الخامسة هنا واللي هي telegraphic speech. telegraphic speech يعني كلام مختصر نوعا ما. هو إنه الطفل بهذه المرحلة راح يكون قادر على يعني نطق كلمات صحيحة، مثلا this shoe all wet, cat drink milk, دادي go bye bye. تمام؟ الكلمات لما تتبعها للترتيب فهو جاي يخلي الأسماء بالبداية بعدين يخلي وراها الفعل، تمام؟ هنا عندك cat drink. طبعا المشكلة الوحيدة اللي يعاني منها الطفل بهذه المرحلة هي الجرامر، يعني عنده مشكلة بالتعامل ويا morphological، يعني morphological issues أو morphological rules. هنا عندك cat اسم خلاه بالبدايه صحيح، بعدين عندك درينك فعل مكانه صحيح لكن نقصه اس الشخص الثالث، ميلك الاوبجكت مكانها صحيح، تمام؟ يعني هذا يمتى هذا؟ اذا تباعد العمر هنا between 2 and 2.5 years old، يعني بين سنتين وسنتين ونص يكون الطفل قادر على انتاج كلمات يعني من هذا الشكل، تمام؟ من هذا الشكل. This you all would. Cat drink milk. Daddy اللي هو أبوه. Go. يعني لما تباوع هنا المكانات صحيحة. مكان الفعل، مكان الاسم، مكانات صحيحة. لكن عنده مشكلة وين؟ فقط بالجرامر. تمام؟ فإنه الأوردر هنا تقريبا شوف هنا word order correct. لكن عنده مشكلة. A number of grammatical inflections begin appear in some of the word forms and simple preposition in on. إنه حتى إنه هو يكون قادر على استخدام the prepositions in on، لكن هم عنده مشكلة بالجرامر، تمام؟ هو هذه المشكلة اللي يعاني منها بالمرحلة الخامسة يعني من تطورات اللغة اللي تكون به اللي هي telegraphic speech اللي يكون عمره بيها من سنتين إلى سنتين ونص. نروح الموضوع آخر اللي هو acquisition process. طبعا الشيء المهم اللي لازم انه احنا نشير له انه الطفل بهذه المرحله اللي هو بالاكوزيشن بروسس
يعرف كيف يستخدم اللغة مو شلون يتكلمها. تمام؟ أكو فرق بين كيف يستخدم اللغة وكيف تتكلم اللغة. إذا قلنا أن الطفل يتعلم يتكلم اللغة فيعني الكلام راح يكون لازم يكون أكثر دقة من اللي جاي يصير. إنه إحنا نرجع الموضوع اللي حكيناه بالبداية، إنه الطفل يتكلم اللغة بصورة فطرية، يكتسبها بصورة فطرية، يعني ما يتعلمها وإنما يكتسب من المحيط اللي يحيط به. تمام؟ فلذلك هو إحنا نقول acquisition يعني مو learning، acquisition يعني اكتساب. فبقول the learning process عملية التعلم، لا acquisition هو جاي يكتسب. إذا قلنا learning فلازم أكو شخص جاي يعلمه. تمام؟ فهذه المفارقة، إنه هنا إحنا نقول الطفل يتعلم شلون يستخدم اللغة مو شلون يتكلم اللغة، يعني الاستخدام يكون تدريجي. تمام؟ ايضا هنا انه الطفل ممكن انه تعلمه بعض الاشياء الصحيحه، مثلا يلفظ كلمتين خطا او كلمه خطا، تقول له هذه الكلمه مثلا خطا، يعرفها خطا لكن راح يرجع يستخدمها خطا. انتبه هنا هذا المثال نوح اللي هو احنا عندنا بالعربي نوح يعني. تمام؟ picking up a toy dog. اوكي، this is woodstock. This is woodstock. He bobs the toy in Adam's face. يعني هو شمر اللعبة على وجه آدم. آدم جاي يتكلم اللي هو adult. تمام؟ آدم adult، يمكن adult أو ما أعرف، مو ذاك اللي هو الأدلت بيهم. Hey Woodstock. تمام؟ Hey Woodstock. Don't do that. Noah persists. I am going home so you won't woodstock me. احنا قلنا الwoodstock هي toy يعني لعبة. تمام؟ يقول لي you won't woodstock me يعني you will not woodstock. استخدم الwoodstock اللي هو اسم، استخدمها مكان فعل. تمام؟ راح نرجع همينة نقول انه هو عنده مشكلة بالجرامر، عنده مشكلة بالمورفولوجيكال issues، المورفولوجيكال rules. لكن هنا ان الطفل يستخدم versions يعني شلون يقول اصدارات اشكالات هو يسويها. شوف هنا children can be heard to repeat versions، يعني انت ممكن تعلمه تقول له هذا خطا هاي صحيحه، لكن راح يرجع يقول الخطا، انه هذه الاشياء هو ينطقها، هو ينطقها من يمه حسب انه تكون مثلا بسيطه بالنسبه اليه، او مثلا هو يحبب انه ينطق بهذا الشكل. نعم، مثلا احنا هنا تقول له فرضا هذا تشاي، راح اقول لك تاي، تشاي تاي. هو يرفض الاشياء اللي هي بالنسبه له سميها فيرجنز، لانه هي خاصات فيه، يعني كلمات خاصات فيه باللفظ. هنا راح نوصل ايضا النظريتين اللي هي نظريه الايميتيشن ونظريه الكوركشن. نظريه الايميتيشن اللي هي نظريه التقليد، انه انت يعني انه شلون تقول انه الطفل يحاول يقلد الكبار اللي اكبر من عنده. يعني انه الطفل يسمع جاي يقولون الاكبر من عنده الادلتس، لكن شو يسوي؟ يستخدم كلماته هو. هذه النظريه اثبتت فشلها. ليش؟ هسه فرضا هنا the dogs are hungry. هاي بالنسبة للطفل يلفظها، هاي بالنسبة للأدلت. The dogs are hungry. مثل قال لي الفظها وراي The dogs are hungry. قال لي dog hungry. احنا قلنا ان الطفل يستخدم الفيرجنات الخاصة به، انه يسوي فيرجن للكلمة. مثلا انه فرضا بدل ما يقول this راح يقول this بالدي مو بالذي. تمام؟ هو الفيرجن الخاص به. انظر هنا ايضا راح يكون عندك الجملة الثانية اللي نطقها شخص أدلت، شخص بالغ متمكن من اللغة. The owl who eats candy runs fast. شوف هنا الطفل سوى مسح الذي. Owl eat، ما خلى اس الشخص الثالث، اس الشخص الثالث، خلى a candy بينما candy غير معدود. تمام؟ a candy and he بينما الاول غير عاقل فلازم يستخدم لها it. run لازم يحط اس الشخص الثالث، runs يصير fast. فانت انظر هنا كم خطا اخطا هذا الطفل.
ونرجع نقول نرجع المن نرجع للتليغرافيك هنا للتليغرافيك سبيتش نقول انه الطفل غير قادر بهذه المرحلة على استخدام الجرامر او استخدام the morphological rules. اوكي ف هذه بالنسبة لنظرية الإيميتيشن. نظرية الإيميتيشن أثبتت فشلها. حاليا عندنا نظرية ثانية اللي هي نظرية الكوركشن. نظرية الكوركشن قبل لا ندخل بالشرح مالتها راح نقرأ المثال بالبداية حتى توضح. child والmother يعني الأم وابنها عندهم محادثة. my teacher held it خطأ لازم يقول held the baby rabbits and we patted them. mother did you say your teacher held the baby rabbits؟ يعني الأم تحاول تصحح له لكن طريقة ثانية بحيث إنه ما تقول له أنت خطأ. تمام؟ هنا قلت له held هو قال hold it خطأ بيها هي قالت له held. child yes. mother what did you say she did؟ يعني شنو قلت مدرستك ايش قالت؟ يعني بهاي الطريقة جاي تقول له تريد يعيد الجملة الأولى بصورة صحيحة. child she held the baby rabbits. هم رجع عاد نفس الخطأ. تمام؟ فقلنا أن الطفل يحتفظ ببعض الإصدارات من الكلمات خاصة به. تمام؟ mother did you say she held them tightly؟ children no she held them loosely. هم رجع عادها مرة ثالثة. هاي بالنسبة يعني انه الطفل يحاول يحتفظ بالكلمات اللي هو يستخدمهن يعرف انه هن خطأ ومن تعيد له يعرف ان الكلمة اللي قلتها انت صح يعرفها صح لكن ما راح يستخدمها راح يستخدم الكلمة الخاصة به. تمام؟ هذه نظرية الكوركشن انه الطفل يسمع الصح لكن ما يقلده. It's also I like that adult corrections are a very effective determiner of how the child speaks. A lot of very amusing conversational snippets involving an adult's attempt to correct child speech. يعني لا حياة لمن تنادي. Okay. One factor that seems to be important in the child acquisition the process is the actual use of sound and word combinations either in interaction with others or in word play alone. 1-2 year old describe anywhere. هنا هم عندك التجارب يعني اللي هي هذه شوف هذه التجربة I go this way ما قال this وإنما قال this way وإنما إحنا نفس ما جاي نقوله إنه الطفل واللي يمكن كررناها أكثر من 5 مرات إن الطفل يحتفظ بإصدار الكلمة الخاص به. تمام؟ على الرغم من إنه خطأ وحتى متحاول صحها إلا تقول له هذا خطأ وهذا صح راح يقول لك أوكي قل له ارفضها راح يرجع يرفض الخطأ. تمام؟ هذا اللي خاص بالدروس اللي هسه راح نروح لموضوع ثاني اللي هو developing morphology. تمام؟ موضوع developing morphology احنا راح نركز اكثر شيء على الاخطاء اللي يعني يسببها او الاخطاء اللي يرتكبها الطفل لما نتكلم. وغالبا غالب الاخطاء هذه اغلبها راح تكون بالجرامر. يعني نفس ما قلت ان الجرامر يعني حتى بعمر معين احنا مرات يعني احنا كاشخاص كبار هم نرتكب اخطاء بالجرامر. تمام؟ فاذا بالنسبة للطفل راح تكون سهلة. اول شيء خلينا نجي ننتبه للعمر 2.5 years يعني سنتين ونص. اوكي انظر لهذا المثال cat sitting and mommy reading books. cat sitting and mommy reading books. cat is sitting المفروض and mommy reading books. mommy is reading books المفروض. فهذه الأخطاء اللي يرتكبها الطفل هاي يمتى لما يكون عمره سنتين ونص. تمام؟ أيضا تنظر لبعض الأخطاء اللي ممكن يسويها الطفل همين. يعني هسه احنا قلنا هنا هذا على مستوى الـ ING راح نشوف هنا أيضا على مستوى أس الجمع boys cats. هنا همين عندك على مستوى أس الجمع شوف راح يسوي بالأخطاء همين boys cats. هسه ماشيين عدلين هذا الجمع جمع نظامي. إذا تروح هنا للفوت اللي هي جمعها feet فالطفل راح يقول feet foots
فوت يحط لها اس فوتس. مان اللي جمعها من راح يصير مانز بالنسبه للطفل. هذه الاخطاء اللي يرتكبها الطفل، وهذا يسمونه الاوفر جنرالايزيشن، يعني التعميم، انه يعمم قاعده معينه على كل القواعد، يعمم قاعده معينه على كل القواعد. مثلا قاعده الجمع المنتظم، مثلا اضافه الاس بالبويز او بالكاتس، فراح يضيف لك الاس همينه بالفوتس والمانز. راح تصير يعني اكو جمع شواذ مثلا فيت من، فهنا راح يرتكب الخطا نفس ما ارتكبه هنا. يعني هنا نسى الverb to be، انه الطفل غير قادر على يعني تذكر وتلافي الخطا المتعلق بالverb to be، مثل cat is sitting، mommy is reading، وهكذا الحال. ايضا عندنا بعض الاخطاء اللي يرتكبها، مثلا هنا هم بالجمع، مثل house houses houses بهذا الصوت، يعني is بالاخير. عندنا هنا boys، اذا تعطي كلمه boys راح يقول لك voices، house houses، boys voices، foots footses. يعني مرات الاطفال يعني يحاولون ان يعممون قاعده، مثل هذه القاعده، مثل هذه، يعممونها على هذه وعلى هذه، تمام. بعد مجموعة من الأخطاء اللي يرتكبها الطفل، مثلا بالإيدي، لما أنت جاي تتكلم مثلا على الإيدي أو أس التملك، مثلا inflection as occurs in expression such as girl's dog and mommy's back. حتى بهذا الأخطاء احنا نفس ما قلنا، نرجع دائما للتليغرافيك سبيتش، هناك بالقاعدة مع التليغرافيك سبيتش قلنا أن الطفل يرتكب، ممكن أن يكون يعني موضع الكلمات صحيح، لكن الأخطاء اللي يرتكبها الطفل هي الأخطاء المتعلقة بالجرامر أو بالمورفولوجيكال رولز. الverb to be هي أهمية، يعني هسه هذا نقدر نضيف لها، تمام. عندنا بعض الأخطاء مثل الإيدي هنا، مثلا لما تكون عندك كلمة مثلا بها إيدي، مثلا walked played، يعني الإيدي هنا بها موضحها صحيح، لما أنت تحاول تسويها فعل ماضي، الطفل ممكن أنه هو أكبر الأخطاء أو أكثر الأخطاء اللي يطيح بها الطفل هي بالشواذ، regular verb، regular pluralization، يعني الجمع غير المنتظم، الأفعال غير المنتظمة، مثلا هنا أفعال الشاذة. فالgood أو العفو الجو الماضي مالتها went، فالطفل من يشوف الإيدي موجودة بالwalk والplay راح يجيب الإيدي خليها بالgo أصير good، تمام، أو good. يعني شو تفضح الماضي ما مجربها قبل. الكم came الماضي مالتها came، فراح يحط لها الإيدي وصير count. هذا من الأخطاء اللي يستخدمها الطفل أيضا بالإيدي، تمام. زين، بعض الأحيان يستخدم أس الشخص الثالث، مثلا هنا يستخدم أس الشخص الثالث، أوكي. لكن بعض الأحيان الفعل يكون does، هنا ايش راح يسوي؟ راح يعتقد أنه هو الفعل أصلا بأس الشخص الثالث أو ما إلى ذلك، يعني أنت جاي تتكلم عن مادة هي مو بعمره، تمام. أيضا يعني الطفل ما يعنى بالتصحيح، ما يهتم بالتصحيح بقد ما يهتم بالتفاعل. يعني بعض الأحيان يعتقد روحه أنه هو صح، بما أنه أنت يعني افتهمته يعتقد روحه أنه هو صح أيضا، يعني اهتمامه الأكبر بالتفاعل، يعني ردة فعلك أنت الشخص اللي جاي يتكلم وياك، تمام. نروح الموضوع آخر اللي هو developing syntax، وعن طريق developing syntax راح نمر بالforming questions والforming negation، يعني نفي، اوكي، النفي والسؤال، يعني تشكيل السؤال تشكيل النفي شلون يكون. عن طريق الديفلوبمنت سينتاكس راح نمر بثلاث مراحل متعلقه بالطفل، وكل مرحله راح يكون بها عمر الطفل مختلف. مثلا ستيج نمبر 1 اكرز بتوين 18 اند 26 عفوا اكرز بتوين 18 اند 26 مانس، ها ستيج نمبر 1. ستيج نمبر 2 22 اند 30 months. Stage number 3 between 24 and 40 months. Okay.
فهذه المراحل راح نمر بها على مستوى formal questions أو formal negation. إذن الطفل أول ما يجي يتعلم الأدوات ال WH questions تمام، فيستخدمهن يعني حتى لو كانت بصورة مثلا where kitty، where kitty أو كيتي يعني ما شلون يظهرها أنا ما أعرف. المفروض يقول where is kitty، where is kitty، ونفس ما قلنا من ساعة أن الطفل أبدا مو واعي للverb to be. where horse go، المفروض يكون where does the horse go or where did the horse go. فيعني هذا الشيء متعلق به sit chair أو doggy، يعني هذا من الأخطاء اللي يطيح بيهم تمام. الشيء اللي يستخدمه هنا حتى يسوي سؤال يعني اللي الطفل يعني بارع به هو الانتونيشن. والانتونيشن بس ما تعرفون هو رفع نبرة الصوت. ما أقول مثلا وركتي وركتي، لا أقول بالنسبة للطفل وركتي، يعني راح يعطي هيك سؤال يعني يرفع نبرة الصوت مالته. أوكي هذا بالنسبة لل يعني شلون نقول الجزء الأول من formal questions. هنا what book name، why you smiling، why you smiling، what book name، أيضا نفس المشكلة الجاية عن منها الطفل اللي هي verb to be. مثلا what does the book name، what is the book name، هم ما جاي يسويه. why you smiling، why you are smiling المفروض. اوكي فهذه المشكله اللي يعاني من عندها، لكن هو البارع بيه انه يستخدم ال WH question تمام، يعني مع ويا rising in the intonation، يعني يسوي رفع بنبره الصوت. هذا بالنسبه لل forming question. اذا تيجي هنا تلاحظ انه اكو بعض الكلام يحكي الادلت واكو كلام بالنسبه للطفل. كان هذا بيس، هذا بالنسبه للادلت، هذا بالنسبه للطفل. did I coat it استخدم فعل ماضي. اوكي did I coat it فعل ماضي، كان المفروض يستخدم catch مكان coat. اوكي يعني عندك did. شوف هنا will you help me، how that opened، how that opened، هذا الكلام الأزرق بالنسبة للطفل، هذا الكلام بالنسبة للأدلت يعني الشخص البالغ المتمكن من اللغة. what did you do، why Katie can't stand up، why Katie can't stand up، المفروض why can't Katie stand up. يعني أنت لما تستخدم WH question راح يتغير عندك هذا المكان، هذا المكان راح يتغير يعني واحد المكان الثاني جن. هذا بالنسبة للforming question. هنا عندك أيضا هنا forming negatives or negation. أوكي فهذا يعني بالنسبة للforming question. يعني باختصار أنه بالمرحلة الأولى إحنا مو قلنا أنه هنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي من 18-26، المرحلة الثانية اللي هي من 22-30 شهر، المرحلة الثالثة اللي هي من 24-40 شهر. فبالمرحلة الأولى إنه الطفل راح يكون قادر على استخدام ال WH questions اللي هن ال where وال who فقط تمام. مثلا where kitty، where horse go، أو يعني يستخدم ال who. مثلا أنا ما ذاكر أي مثال على ال who، لكن نقدر نذكر مثلا who are you أو غيره من هذا الحكي، لكن مستحيل إنه يعني يجيب لي grammar صحيح. who are you مثلا يقدم who you are يعني هيقول تمام. عندك المرحلة الثانية اللي هي يستخدم كلمات يعني شوية أصعب أو WH questions اللي هنا يعني نقدر نقول أصعب من ال where وال who، اللي هنا ال what's وال why. مثلا هنا عندك what book name، what is the book name. أوكي أو why you smiling، why you are smiling. فبهذه الطريقة يعني المرحلة الثالثة اللي قلنا راح يستخدم كلمة الأول الكان أداة نفي، يستخدمها مثل كانت، لكن هم ما راح يضبطها بالشكل المطلوب. هنا عندنا why Katie can't do it،
why Kitty can't do it. كان المفروض أن يقول why can't Kitty do it. Okay, فهذا بالنسبة للforming question. أيضا راح نجي هنا نبوع لforming negation أو forming negatives, وراح نستخدم بيهن نفس المراحل ونشوف شنو الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة. بالمرحلة الأولى اللي هي قلنا من 18 إلى 26 شهر راح يكون الطفل القادر على استخدام النو والنوت فقط. نو نوت واستخدام من وين؟ بداية الكلام. احنا قلنا مرة انه تكلمنا بالموضوع بما يتعلق بالنحو بالترانسفورميشن جرامر, قلنا انه احنا طريقة بناء النفي الجملة, طريقة نفي الجملة داخل الدماغ يعني بالعقل, يعني مو بالكلام بعد ما نتكلم, انه داخل العقل راح تكون طريقة النفي اولا تحضير اداة النفي بداية الكلام. تمام, اداة النفي بداية الكلام وبعدين نحضر الكلام الباقي, وهذا اللي نسميه احنا ديب ستراكشر اصلا بالترانسفورميشنال جرامر او بالسينتاكس بالمرحله الثالثه يسموه ديب ستراكشر. الديب ستراكشر هو الموجود داخل العقل اللي يتحضر به النفي بالبدايه وبعدين يتحضر الستراكشر الاعتيادي. فهنا هو يستخدم نفس الطريقه انه يحط النفي بالبدايه وبعدين يحط بقيه الكلام. نوت اتيدي بير, نوت سيت ذير, نو سيت ذير, يعني بهذه الطريقة هو خطأ لكن هو جاي يتطور. تمام, بالنسبة للمرحلة الثانية اللي تمتد من 22 إلى 30 شهر, طريقة كلام الطفل في هذه المرحلة he know about you, he know about you, I don't want it, I don't want it. هنا عندنا استخدم ال don't وبنفس الوقت استخدم can't. أوكي, هذا بالنسبة للمرحلة الثانية إن الطفل قادر على استخدام ال don't وال can't. that not touch, you can't dance. نجي ايضا بالنسبة للمرحلة الثالثة, هسه نفس ما قلنا المرحلة الاولى انه استخدم النو والنوت ويخليني بداية الكلام, هسه هنا عندنا ماكو بداية الكلام وانما بالوسط, لكن مرات عندنا خطأ. I don't want it يعني هي صحيح, you can't dance هم صحيح, هنا عندك النو والنوت هم من استخدمهن يعني بالبداية هنا يعني مستخدم النوع والنوت, ما استخدمهم بداية الكلام وإنما خلاهم بالوسط. تمام, هنا عندك المرحلة الثالثة, المرحلة الثالثة اللي هي تمتد من 24 شهر إلى 40 شهر, يعني من سنتين إلى مثلا إشقد يعني 3 سنوات وشوي. فعندك الطفل راح يكون قادر على استخدام didn't, didn't, استخدم didn't, استخدم will not, didn't will not. اوكي, يعني هي النوت مستخدمها, يعني احنا نقول النفي استخدمها بالوسط عشان بالبدايه بالمرحله الاولى يخلي النفي بالبدايه. يعني شلون الديب ستراكشر بالنسبه للترانسفورميشنال جرامر, هنا عندك لا هسه جاي يستخدم didn't will not, يعني فشي كومبلكس يعني شويه شيء معقد جاي, يعني الطفل جاي يتطور. تمام, هنا عندنا ايضا محادثه بين الطفل وامه. Nobody don't like me. كان المفروض يقول nobody like me. Okay, mother, no say. Nobody likes me. Okay, يعني الأم جاي تحاول صحيح له. رجع الطفل قال nobody don't like me. يعني 8 repetitions of this dialogue. Mother, no. No, listen carefully. Say nobody likes me. جاي تحاول تعلمه تنطي الجملة الصحيحة بعد 8 إعادات, عادت عليه هذا الحكي 8 مرات. تمام, رجع الطفل قال nobody don't likes me, ضاف S, هذا الS ضافه لكن هم حاط don't, كان المفروض يقول nobody likes me فقط. تمام, هذا بالنسبة لل forming questions, forming negatives. هسه نروح لموضوع اخر واللي هو developing semantics. اوكي, ف developing semantics هو اللي يوضح لك العلاقه او الفرق من ناحيه بين الطفل والادلت. تمام, الفرق بين الطفل والادلت. فالشغلة مهمة بالنسبة للأسئلة اللي نطاني إياها الأستاذ كتحضير. هنا عندك إذا أشوف Many children use their limited vocabulary to refer to a large number of unrelated objects.
One child first used bow wow to refer to a dog and then to four piece. يعني هاي عندنا واحد من الأسئلة اللي يقول إن الطفل يستخدم كلمة واحدة ليشير إلى مجموعة من الأشخاص. فهذا الجواب مالتها موجود هنا أنا بهذه الصفحة. تمام؟ اللي راح يتابعون الفيديو. فهسه يعني بالنسبة للdevelopment semantics. بالنسبة للdevelopment semantics إنه الطفل يأخذ كلمة واحدة فيعبر عن طريق هذه الكلمة عن مجموعة من الأشياء. فرضا أنه لو شاف التفاحة مثلا دائرية أبل تفاحة دائرية فأي شيء دائري يشوفه راح يقول عليه تفاحة. مثلا كرة القدم راح يسميها أبل. مثلا ينظر بعض للقمر يقول هذا أبل. فإنه هو جاي يسوي يعني تشبيه بين التفاحة وبين كرة القدم أو الأبل أو كرة السلة أو أي شيء. مثلا إذا جبنا فرضا كرة قدم أو تفاحة ومثلا طماطة وغيرها هن كل راح يسميهن أبل. تمام؟ بس إذا تقول له مثلا تحطهن كلهن يم قل انطين التفاحة راح ينطيك التفاحة صدق يعني ما راح ينطيك مثلا الطماطة اللي كاي أبل هك يا لا وإنما راح ينطيك التفاحة اللي هو أصلا يعني هو يعرفه. لكن اللي جاي يسوي شنو هو يعني يسوي يعني في التشابه بين الأشياء إنه هذه التفاحة تشبه الطماطة أو تشبه كرة القدم. تمام؟ لكن إذا سأل على التفاحة قنطنية ها راح يعطيك التفاحة الحقيقية. تمام؟ فهذا راح يوصلنا الموضوع معين اللي هو الـ over extension the process. طبعا هذا التعريف مهم جدا مهم خلي بالكم عليه موجود هو بالجلوسر بنهاية الكتاب أو تقدر تستخلص التعريف من هنا من الشرح مالته. The process is called overextension and the most common pattern is for the child of extending the meaning of a word on the basis of similarities of shape, sound and size and to the lesser extent movement and texture. طبعا نفس ما قلنا بالبداية إنه أكو مفارقة يعني بالنسبة للأوفر إكستنشن إنه هي تشير للاختلافات يعني أو العلاقة بين الأدلت والتشايلد بالنسبة للمينينج. تمام؟ يعني الاختلاف بالنسبة للمعنى بين الأدلت شخص بالغ والتشايلد اللي هو الطفل. هذا يعني بالنسبة لل development semantics. ايضا بالنسبه للطفل يستخدم بعض الاشياء اللي يريد حتى يشير الشيء يستخدم شيء اخر واللي هو هسه راح نتكلم عنه يعني بشكل يعني واحنا اصلا ماخذينه سابقا اللي هو هيبونيمي يعني ان انت تشير لجزء بالكل حتى موجود باللغه العربيه همين. فانت جاي تسوي هنا مثلا هو جاي يتكلم عن شيء فرضا نقول الدوغ هنقول هو شاف فرضا اسد راح يقول dog أو هو مثلا يتكلم عن الحيوانات راح يسميهن dog. فهنا عندك dog with the overextended meaning close to the meaning of animal. أوكي فهو هذا الهيبونيمي. يعني الهيبونيمي شنو هو أصلا يعني إذا إحنا مثلا نسينا خلنا نذكره. الهيبونيمي the meaning of one word is included in another one. يعني كلمة فرضا هذه الكلمة معناها موجود بكلمة ثانية همينة. فرضا dog dog و animal شنو يعني الفرق؟ هذا dog وهو نفسه من animal يعني التعبير عن الجزء أو عن الكل بالجزء. تمام؟ أوكي نجي الموضوع آخر اللي هو later development. طبعا أنا يعني اليوم صيام فتعذروني إنه صوتي راح خاصة بنهاية الفيديو كل ساعة راجع شارب ماي ومسوي تقطعات في الفيديو. ف later developments later developments حسب ما قال الأستاذ إنه antonymous relations يعني اللي هي العلاقات المتناقضة إنه الطفل راح يكون قادر على التمييز بين more and less أيضا بين before after by sell يعني هذا الوقت متقدم يعني من بعد مو احنا كنا بالبداية أول ما بدينا نشرح على الطفل لما يكون عمره يعني أشهر بسيطة مثلا 3 أشهر 6 أشهر 8 أشهر بعدين سنة فما فوق. هسه احنا تقدمنا حاليا
بعمر الطفل، يعني هذه المواصفات لازم يكون بها عمر الطفل من سنتين فما فوق، تمام؟ طبعا ايضا عندك هنا واحد من الأسئلة اللي طرحها الأستاذ يعني حاليا بالنسبة إنه بما يتعلق بالشابتر 13، لكن هو موجود بشابتر 14. The question that always arises is a first language acquisition was so straightforward and largely automatic. Why is learning a second language so difficult? We will try to answer that question in chapter 14 بينما الأستاذ رايده حاليا من عندنا، واللي احنا بشابتر 13. طبعا اللي رايد الأستاذ من عندك هو جوابك انت، يعني مو جواب الكتاب. يعني ليش اللغة الثانية لما تريد تتعلمها تكون أصعب من اللغة الأولى اللي انت تعلمتها؟ أولا يعني أنا هذا حسب رأيي، تمام، واللي راح أكتبه بالورقة وقدمه للأستاذ كأسايمنت، أوكي؟ أولا لما تتعلم اللغة الأولى اللي هي اللغة الأم، انت راح تكون بين مجتمع يتكلم هاي اللغة، يعني طريقة تواصلك ويا أمك وأبوك أو أفراد عائلتك راح تكون عن طريق هذه اللغة، راح تشوفهم يستخدمونها بصورة دائمة، راح تشوف إنه الكل شيء من الأشياء الموجودة بالبيت إلى اسم معين بهذه اللغة. زين لما تريد تيجي تتعلم لغة ثانية راح تكون من الصعب عليك. ليش؟ لأن أول شيء لغتك الأولى راح تأثر عليك من ناحية الترجمة، يعني إسا إحنا كطلاب لغة إنجليزية الكلمة لازم نترجمها للعربي بعدين نحولها للإنجليزي، وهذا الشيء اللي مرينا به واللي إحنا أغلبنا هم جاي مر به حاليا بهذا الوقت. بنفس الوقت يعني المقصود إن اللغة الأولى اللغة الأم اللي أنت تعلمتها من صغرك هي جاي تأثر عليك. زين شغلة أخرى مثلا أنه أنت المجتمع اللي متعايش وياه يتكلم هذه اللغة، اللغة الأولى اللي أنت متعلمها، فيعني اللي يتكلمون اللغة الثانية يعني عددهم قليل، ممكن أن توصل لهم أو ممكن ما توصل لهم، أو ممكن يعني تأثر عليك عوامل خارجية مثل ظروف المادة وما إلى ذلك. طبعا هذه نهاية الشابتر الثالث 13 العفو. الشابتر 14 ما أعرف إذا كنا راح نأخذه أو لا، إن شاء الله نقدر نشرحها بالأيام القادمة. أتمنى استفاديت من الفيديو وأتمنى كانت المشاهدة ممتعة. طبعا أنا أعتذر لأن صوتي يعني بسبب الصيام جاي يتقطع وكلش كل الصاثخين، وهسه يعني كسع شارم ماي ونازل ماكل وغيره، وصادف ويا وقت أذان يعني وفطور تعرفون، فيعني صارت هواية تعقدات في الفيديو، وأعتذر على إطالة الفيديو 57 دقيقة. أتمنى أنه أنتم استفاديت من الفيديو. إذا أعجبك الفيديو شجعنا عن طريق لايك أو سبسكرايب، وأهم شيء إحنا نوصل المعلومة للطلاب حتى يستفادون. شكرا جزيلا، في أمان الله.